ايه بتفكر تكلمها؟ هي مين؟ نهله. مش انت رحت لها المستشفى ولقيتها خرجت؟ الدكاتره قالوا لك انها لسه فاقده الذاكره. ما حصلش. لا حصل، وانت من ساعتها عايز تعرف هي فين وبتدور عليها لحد دلوقتي. بدور عليها عشان ايه يعني؟ عشان كنت متجوزها من ورايا. انت بتقولي ايه؟ كنت فاكرني هفضل معرفش لحد امتى. انت عرفتي الكلام ده منين؟ مين قاله لك عشان يوقع بيني وبينك؟ محدش قال لي. انا اللي شفتك وانت خارج من عندها. حتى يوسف اللي حاولت اتجوزه لها من غير ما اعرف ان انت متجوزها من ورايا. لما واجهها ما قدرتش تنكر وطلبت منك الطلاق عشان تعرف تتجوزه. هو اللي قال لك الكلام ده؟ تنكر ان انت طلقتها من بعد ما رجعت لك الشقه والعربيه اللي انت كنت جايبهم لها على حسابك؟ تقدر تنكر ان دي ورقه طلاقك منها اللي هي كانت بعتها ليوسف عشان تثبت له انها اتطلقت منك عشان تعرف تتجوزه؟ سناء انا فضلك يا عادل، الحكايه بقت واضحه زي الشمس. على قد ما الحب والعشره اللي بينا كانوا حاجه كبيره قوي، على قد ما الجرح برضه كان كبير، واي كلام هنقوله هيزود الجرح، فاحسن ان احنا نسكت. اسكت يا عادل.